يا ما يا ما أهل الحمير أهل الولاية والمحبة يا ما مو عادتي مو عادتي أشتكي همي ولا جروحي. حسرة كبيرة، حسرة، حسرة عمر وسنين، حسرة على الجمال اللي كانت تتبوأ به البصرة، حسرة على طيبة أهلنا اللي رحلوا لكن تركوا بينا فد آثار جميلة. أنا كما أسلفت بصري أصيل، عشت بين هذه المحلات الكريمة وأهلها، منين راح أبدي؟ لكن بذهني الآن فد شريط متكامل من الحياة اللي عشناها ويا أهلنا بهذه المناطق، في كل مناطق مو فقط محلتي، وإنما كل المحلات الموجودة في محيط محلة يحيى زكريا، يحيى زكريا السيما أبو الحسن السيف الباشا اليهود المسيحيين، هاي كلها مرت علي وكانت ذكريات أفتخر بها، أنه إحنا كنا محترمين ومحترمين. كانت هذه المحلات تمثل مكان للقاءات ومكان يتفقد به الواحد للآخر. أي با إيش قد حلوة البصرة، إيش قد حلوة أنهارها. هذا النهر الآن هو نهر العشار، هنا تعلمت السباحة، هنا عشنا نصيد السمك ونصيده بالزهر، وكلتنا نجتمع ونقل السمك على تنكة ونار بسيطة وناكلها وإحنا فرحانين. هذه الصورة ما تنسي أبدا، ولا ساحة الخضراوية اللي هي كانت ملعبنا الرئيسي، الآن انتهت الخضراوية إلى غير رجعة، صارت بيوت ومحلات وناس غربة. هاي البصرة معطاءة كريمة طيبة، منين راح أبدأ؟ منين راح أكمل حياتي بيها؟ بس أنا أفتخر أنه أنا بصري وعشت في كل محلات البصرة، سواء كان محلات القريبة وحتى البعيدة، المناوي العشار وإلى آخره من المحلات، حتى المعقل. أذكر كل شيء، أذكر كل شيء. أذكر لما كنا نباوع على الإنجليز بالسفارة البريطانية وننتظر منهم يخلصوا من لعبة التنس وينطونا الطوبات الشبن. أنا انطوني في الحقيقة طوبة شبن، قلت لهم يا غربة. الإنجليز شافوني بأبكي فقاموا انطوني طوبتي، لسه أتذكرها بيض طوبة شبن. من رجعت المحلة صرت رئيس فريق، اللي يملك طوبة شبن يملك ثروة، ولك طوبات. حتى الطوبات العادية هذه كانت طوبات ثقيلة ونفخها وإعدادها كل صعب، طوبات جلد. لكن هاي طوبة الجبن هي علمتنا شلون نتبارى بين المحلات ونقوي أواصر حياتنا وياهم. ولهذا السبب ألقت بذهني كثير من الوجوه البصرية، كل شيء كان بالبصرة حلو، حتى شقاواتها، حتى شقاواتها. دب دب الآن أولاده
واحد منهم إلى رحمة الله استشهد، والآخر فنان كبير. منو؟ عبود أو يسمونه عبيد العبد، هذا كان شقي لكن كان شهم، ما كان يؤذي أحد إلا الغريب اللي يتجاوز على أولاد محلته، وآخرين كثيرين الفنانين الأدباء. الهسة أنا أتذكر كأنه الخطوات مرسومة على الأرض إلى أستاذي الكبير محمود عبد الوهاب، يمر بالمحلة ويداعبنا على راسنا بشعرنا، وبعدين أستاذنا في الثانوية. هذا الرجل شلون ينسي هذا الكفاءة اللي مع الأسف رحلت، ورحل معها الكثير من الأدب والفن. فنانون كبار، فنانون إلهم وزنهم، كانوا موجودين في محلاتنا. الله، بدت الحياة الفنية على بساطتها. أتذكر محلات الموسيقى يسمونها مزيقة، أهل المزيقة يسمونها حمودي، رجل كبير السن كان يشتغل على الأبول أو على الآلة الكبيرة الموسيقية، راح عن بالي اسمها، آلة كبيرة كانت إيقاعية، ويما واحد طبال، ويجون يفترون بالمناسبات بالمحلات، يدقون على أبواب فرحانين صدق. كان عيد، أي سنة هاي؟ هذه بالخمسينات. بالخمسينات، الخمسينات كانت مرحلة رائعة جدا، مرحلة تركت بينا أثر كبير لا يمكن أن تنسى. حتى فلاحيها سيد حسن لما كان يطيح الطوبة بالبستان ماله نطفر ويركض ورانا، وأحيانا يبط الطوبة تالي بعدين لا تغير، ظل هو يشمر لنا الطوبة. هاي بالمنطقة الخضراوية بالشارع نفسه، بالشارع محلة يحيى زكريا علياوي، هذا ابو الباجة، هذا ابو الكباب. الله، كباب شلون كباب؟ كباب ب20 فلس تاخذ لك لفة مشبعة يا ناس، 20 فلس. والان نفر الكباب ما ادري بيش، ماكو قياس. وطبعا للعلم لفة محترمة وأمينة وطيبة وتكفيك، تقعد بالمطاعم قدامك أواني من الخل والطرشي والمخللات أنواعها، تأكل لك لفة أبيض وبيض خاصة في أيام الأعياد، وانت تأكل من هاي بدون إحسان، أكل ما يعجبك تبقى عسى ما تأكل هذه العنجانة كلها، ما حد يقول لك لا، لأن انت مشتري لفة من عنده أبيض وبيض، أبيض وبيض اللي هي شنو؟ صمونة وبطنها بيضة وشوية بوتيتة وخضرة الكرفس وغيرها، لكن هذه المخللات مجانا. أيبا، عمري ما أنسى أشخاص تعرفت عليهم، رجال دين، الميرزا عباس الله يرحمه، عباس شبر الشاعر الكبير والقاضي، مير محمد، هذه الشخصيات الدينية اللي كانت تواضع عندها بشكل يعني ملفت للنظر. كان يقعدون منا يقعد ميرزا مير محمد، ومنا يقعد عباس شبر، وبالنص سلمان، حجي سلمان، دكان بسيط يبيع شغلات بسيطة جدا، وهذا يقعد على التنكة ويخليل فدمندر بسيط ويجادلون، وهذا الرجل يسمع واحنا نتعدى عليهم من لهفتنا واحترامنا لهم، روح نبوس ايديهم. كان رجال دين لهم تاريخ ولهم لمسة، مشاكلنا متاعبنا تنحل بكل بساطة عن طريقهم، كرمهم بشكل غريب، ونزاهتهم مطلقة. يا هشام، انت هم عشت بهذه الأجواء، لكن أنا أقدم منك، عشت ولعبت بيحيى زكريا. كان هاي قلت لك الطوبة الصغيرة، ساحة ما عندنا نلعب طوبة،
نفتر بالمحلة، واحد فريق آخر بالعكس يرد الطوبة علينا، ونظل إحنا ساعة ساعة ونص اللعبة تجي يا ودينا الطوبة يا مرجعين الطوبة. والجيران كانوا يباوعون بين راضي وبين ساقط بين ضايج وبين يتعاطف ويانا بحيث ينطينا ماي. الله يرحمك الله يرحمك أم علي السباهي، كنت بالمحلة مالتنا كلش عصبية، وكان بيتكم ناصي وطيح بالطوبة على طول أذبيها أنا، وأحيانا نضمينها يومين ثلاثة وبعدين تجين تنطينا إياها. الله يرحمك أم علي السباهي. حتى علي السباهي هذا رجل يعني أستاذي هو في مرحلة الثانوية المتوسطة، وكان مدرس الرياضة والأنشطة الرياضية مدارسنا. أنا درست بالمتوسطة فيصل الأول فيصل الثاني، والابتدائية بالأصمعي لما كانت على الشارع العام. الآن توجد جراجات بالسيمر، واحد من الجراجات اسمه جراج الحساوي، قطعة كبيرة موجودة هنا. هنا كانت مدرستي تشرف على الشارع العام، وكان هذا الشارع ضيق سايدين روحة وجاية بصرة على الشارع. السيارات كانت طبعا قليلة والركاب قليلة. التاكسي كان 100 فلس. الله، 100 فلس يعني ثروة. وأجرة التاكسي النفرات ب15 فلس كنا، أو 14 فلس قبل لا يصير 15 فلس بزمن عبد الكريم قاسم. هذه المصلحة وين ما تروح ب10 فلوس، وين ما تروح بصرة معقل للزبير شوية ها خلوها 20 فلس، ولا بالخصية أيضا 20 فلس. لكن تشوف الباص بركابة بأناقة أهله، تيجي وين؟ تيجي على المعلمين. المعلمين في مدرسة الابتدائية مديرة كان المرحوم سالم علوان، كان شديد لكن ترك بي فد أثر كبير، وهو معلمي في اللغة العربية، وأنا أخذ منه دروس كثيرة. الله يرحمك أستاذ عثمان، هذا الرجل الأنيق شال بنطرون عبالك موس 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 منها الطبقة مالته، يجي منتهى الأناقة إلى المدرسة جبوري، كنا علق عليه المسكين أبو خشين مدرس اللغة الإنجليزية. هذا الرجل يعني كان معلم شفوق جدا. والآخر عبد الوهاب حسن الله يرحمه أيضا كان يدرس إنجليزي، وكان عضو هيئة إدارية بنادي الاتحاد. الله، نادي الاتحاد لما كان موجود في باب الزبير فرع من عنده، كان عمي محمد الله يرحمه سكرتير النادي بذاك الوقت. الآن موقع بالضبط قبال مركز شرطة البصرة، ولو تفلشت يعني هالبيوت كلها. النادي هذا كان يضم أبطال من جملتهم عبودي بلا. هذا عبود بلام شاب كان مناضل وسياسي، بعدين مع الأسف العمر تقدم به وبدأ مثل ما نقول تعبان، فما نقدر احنا نذكر شنو سوى، لكن هو كان أحد أبطال لوي الذراع هذه القضية اللوي، ما كان أحد يغلط. وين كان يجتمعون هذول الرياضيين اللي ينافسونه؟ عند محل اسمه الأوتشي بكر الله يرحمه، أبو علي وحسين والقاضي عبد الخالق. ويا عبودي بلام كان الدكتور عدنان الهاشمي طبيب الأسنان. هذا مو كان طبيب بس،
تحس بأنه واحد من إخوانك، تروح للعيادة ابتسامته هي السابقة، والمبلغ التافه اللي كان يأخذه من أولاد محلته كان فلوسه مو إله، إضافة أنه كان أحد عازفي الكمان والعود. هذه المحلة اللي أنتجت هيجي هيجي وجوه خلتنا إحنا نتأثر، والفعل تأثرت بيهم. الأدب والقصة، سيد عيسى الله يرحمه كان مكتبة بيتهم موجودة، بيت آغا جعفر كان هذا رجل كريم النفس، مدحت الله يرحمه هذا كان رجل يعني أعزب وهو كبير السن، لكن كان في الشخصية يعني من بعيد هنخاف من عنده. نرجع إلى قضايا الفنانين الموجودين بالمحلة، كان عندنا فنانين موجودين، عندنا من جملتهم نعمان اللي هو أبو ثابت صانع الأعواد، هذا كان عازف ويصنع الأعواد، وكان دائما يحضر الأعراس مع أعراس بشكل مجاني، شغلتهم بس للفرفشة والضحك وغيرها. مجيد التكمشي هذا الإنسان اللي تحول من سيء إلى قمة بالأخلاق، كان متواضع ويا أولاد المحلة رغم أنه فارق السن الكبير بينه. أخوي فاضل الله يرحمه كان يعزف على الفيفرة، الفيفرة قسم يسموها ناي، الناي غلط، الناي عبارة عن قصبة ويحفرونها، وكل قصبة إلها مقام خاص بها، أما الفيفرة لا، كانت مسألة بسيطة. فأنا أتذكر كان يعزف ويستفز أبوي، يعزف يقول لا إله إلا الله، شو كأنه واحد جاي يزفونه للموت جنازة، فكان أبوي الشائم من هاي اللي. أو يعزف الأذان على النغم الحجاز، فترك بذهني قضايا كثيرة. ونفس الوقت كان خطاط ورسام، أنا مشيت على نهجه من طفولتي من صف الرابع، أول معلم اكتشف عندي هاي الشغلة عبد السلام عبد الغفور بطل العراق بالقفزة الثلاثية الله يذكره بالخير، موجود لكنه هو في حالة يرثى لها ومهمل من قبل المسؤولين والنوادي اللي خدم هذا الرجل، مثل هذا الرجل اللي خدم الحركة الرياضية بالعراق يكون هذا مصيره مركون وراحت من واحدة من عيونه، والآن عنده هو قصور الشالة والمثانة مالته. ورجل الغريب أنه رغم كل هذا المرض عنده ذاكرة قوية، ذاكرة ممتازة جدا، يتذكر لك الصغيرة والكبيرة. فهو ذكرني في يوم من الأيام قال لي أنت أول ما دخلت كنت مخلي مسدس خشب هنا بحنستك بالبنطرون، فأنا سويت هالشكل. ذكرت هذا الوجه اللي ترك أدنى فد أثر كلش طيب، رجل رياضي وحتى بأخلاق رياضية. مدرسة الأصمعي، الوجوه اللي كانت تلعب كرة السلة الهسة طبعا عالقة بذهني بالأسماء، ياسين طه الله يرحمه، نجم عبد الله الأسمر أيضا توفى رحمة الله، هذا بطل الكشافة وبطل من أبطال كرة السلة بالبصرة ومنتخب البصرة، وآخرين موجودين من جملتهم هاشم أعتقد محمد أو هاشم محمود، رجل طويل كان يلمس الرنجة كرة السلة بيده بعد ما يقفز. هذه وجوه شلون تنسي؟ ما يمكن تنسي. أنا فخور بها، فخور جدا، فخور بأهلها، فخور بكل مكان. منو الشناشيل اللي كانت سكنة عائلة مسيحية، أم أدوار وأخوانها أدوار وأدقار وأختهم فيرجين، كانوا ساكنين بركن المحلة وبها بالكونة من أول بالححرة شناشيل، كانت تقعد هي بالشناشيل تفتحها ويمها كلبها الأبيض الصغير هذا اللي كنا إحنا رغم صغرا نخاف من عنده، فكانت تقعد بالبلكونة هذه أو بالشناشيل وتحاكي الرايح والجاي والسولف وياه. هذا مسيحيين موجودين،
نافع مسيحي أيضا في داخل محلتنا. حتى اليهود منشي منشي هذا يهودي كان أحد أصدقاء أخوان هاي. طبعا هالشي قبل هاي قبل الخمسينات أو يعني بنهاية الخمسينات 48 49. ترى بعدين المهم قبل لا نقول بعدين هذه العوائل كلها يعني غريب أنه كأنه قرايب. مثلا محلتي تدخل بيها أول ما تدخل قد نهاية أم أدور هي من بيت حمي حمدان اللي هو أبو الدكتور ثامر والدكتور حميد وبصفهم بيت السادة. هذول كل واحد عندهم مذهب معين وقبالهم بهجة بابان كردي وأم علي تركمانية وآخرين موجودين محلة جمعة العراق كله. من أريد أنا أحب التمن ويوم اللي ما تبخلي التمن أروح أخذ معوني ورفتر على المحلة أروح على بيت الدهدشتي ينطوني معون تمن فوق مرق بيتي أهلي وهم يعرفون كل زي من أجيب المعون يعرفون أنه أهلي ما طابخين تمن. وأنا كنت ناس أحمد الحلاق الله يرحمه هذا حلاق كان لا كان يملك حنجرة ذهبية وكان يقرأ المقامات بعدين صار مؤذن بجامع السيف قبل لا يصير جامع يوسف الحسان. كان جامع صغير موجود وهو كان يأذن به. أنا أتذكر جالي في اليوم قال لي عندك مسجلة اللي عنده مسجلة بذيش الفترة يعني بالستينات أو نهاية الستينات يعني معناه هذا عنده إمكانية كبيرة. فأنا سجلت لعدة مقامات موجودة ومدائح نبوية. الخباز محمود بنروح له إحنا بالأولاد المحلة هو بين محلتنا ينطينا الخبز الحلوة والخبز أنواع. هذا الخبز أكو بيضة وأكو خبز السامرة. البيضة بعشر فلوس والسامرة بثمان فلوس وغيرها من الخبز موجود. تفتوني تريد موجود دبل تريد موجود أكو تفتوني طولانية مصبعة يعني حاطين بها أصابع فتحات بها موجود معلقة. تلقى أنت تنقل الخبزة اللي تعجبك. ماكو خبزة موزينة وما خبزة الموزينة يشمرها ما يعطيها ولا يبيعها. هشكل كانت نزاهتهم هشكل كانت أخلاقهم. أيوة حسرة ورا حسرة. أثرني هذا الكتاب شبابيك بصرية اللي هو عنوانه شبابيك بصرية تنوعات ثقافية. هذا الباحث الموثق ضياء الحجاج كان أحد المدرسين وهو صديق عزيز. هذا الكتاب بين فترة وفترة أعيد قراءته لأن في القضايا بيه كل الجميلة. والفقرة الجميلة اللي أنا دائما تثيرني هي النخلة. النخلة هذه اللي قالها الشاعر بيه بحقها هذا هو النخل ملك الرياض أمير الحقول عروس العربي طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. وقال صقر قريش اللي هو عبد الرحمن الداخل في النخلة تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التناء عن بني وعن أهلي. الله هذا الشاعر عبد الرحمن الداخل وشوقي والآخرون تحدثوا عن النخلة. أقول لهم الآن تعالوا تعالوا شوفوا النخلة وين. هاي البصل اللي كانت هي تذهب بساتينة يعني أذكر العالم بها أن الشارع الشمالي اللي هو شارع اللي يجي من المحافظة لما يوصل إلى البصرة هذه كلها بساتين قاطبة ومن أجمل البساتين. وكان النخل بي عامر بشكل عظيم ملفت للنظر.
المنطقة الجزائر هذه كلها نخيل، كلها بساتين إلى الخورة وما بعد الخورة. أقول أحمد شوقي اطلع من قبرك وشوف، عبد الرحمن الداخل اطلع وشوف النخلة وين صارت. بس المصيبة أنه هنا مكان، لو كان مثلا هنا موجودة بيوت بها باب وجواب، لكن البساتين اللي راحت باب الخصيب ليش؟ راحت حرامات، فلنبوا على النخلات الموجودة على شط العرب. هذا النخل الموجود من القرمة أو من القرنة إلى الفاو نخل، عينك ما تشوف تعبر لإيران هم أكو نخل. تحس أنه بينه وبين إيران كان أكو نهر صغير شي عرضه يمكن شي 3 أمتار أو 4 أمتار، كنا نعبر بقفة لو بزورق صغير ونروح ماكو مشاكل. هذا النخل الموجود الآن، النخلة موجودة في داخل بيوتنا أشبه ما بيت قدسية خاصة. حتى هاي النخلة انظلمت بهالجو الحار والمي المالح، مع الأسف النخلة راحت ويا أهلها. هي يعني من كنا نريد نتونس وين نروح؟ ورحنا الخورة، هناك نصيد سمك، وهذه مناوي لجم، مناوي جباشة، هاي كلها بساتين. فكنا نروح هناك نتونس نصيد طيور، كل واحد كان له مصيادة، وهالمصيادة بعد عارفونه يمكن تقسم منكم كانوا شبه حلال، فنصيد بها زرازير وفخاتي وبعض الحمام وغيره. نجي الى السمك اللي بالانهر موجود هسه، هذا البياح اللي تشترونه بسعر غالي، كان هذا البياح متوفر بنهر العشار بشكل مجاني. ذيل شوستر قال لك بكل سهوله سمكه الان، حتى سلحفات او ما نسميها البصره رقه، حتى الرقه ماكو. هاي البصره العظيمه هاي المعطاه السندباد هاي الجزيرة، أنا رحت لها قبل لا أصير منتزه، رحت لها بسفرة كشفية ويا المرحوم معلم الكشافة وياي عبد الحليم البكر الله يرحمه. فكنا نسوي سباق دلالة الأثر هاي بال 59 60، وكنا نروح إلها ونسوي تتبع الأثر، كانت كلها قصب حتى همية خنازير. لكن طلعوا ويانا فراشين ويا مسلاح ونفتر بهاي المنتزه الجميل اللي كان هاي الصحراء. نعم هاي كانت كتله من الاشجار والنخيل والبيوت اللي وسط الشط. نعم يعبر لها بجسر خشبي من صناعه الانجليز، فالجسر لطيف جدا. وهذا الجسر قد ما يعني قاوم هالفتره الطويله لأنه الخشب اللي نازل بالأرض هو من الصاج اللي هو أغلى أنواع الخشب اللي قاوم الماي والأملاح وغيرها. الآن قلعة وباقة وحتى الأخشاب مالته. هاي السندباد بعدين صارت منتزه جميل والناس تروح تتروح له. المعالم الثقافية والإدارة المحلية، المكتبة العامة، المكتبة نفسها، المكتبة العامة، المكتبة العامة كان مكانها يم المحافظة، مكتبة مبنى خاص بها. فكنا يطلبون من عندنا تقارير المدرسين بوقتها من لغة عربية أو اجتماعيات أو أي درس آخر، روح نلجأ إليها. البهو علامة فارقة بالتاريخ البصري، بل علامة فارقة بالشرق الأوسط. هذا البهو هالبناء الضخم الشامل تلقى به المسابح والمسرح بكل تفاصيله، والكراسي اللي تجاوز عددها اكثر من 3000 اعتقد كرسي، قاعة ضخمة جدا وبها انشطة راقية جدا. ابرز انشطة البصرة كانت موجودة. انا شخصيا ومن ضمن الفرقة البصرية قدمنا باعمال، وايضا من فرقة التربية ايضا قمنا انشطة موجودة في بهو الادارة المحلية. رجع للتربيه وصلنا. اي بدنا النشاط المدرسي. اريدك تذكر لي الشخصيات، الاسماء الفنيه الثقافيه اللي عاصرتها. انت اي سنه كنت؟ انا بالحقيقه دخلت للتعليم 29 59. من ال 59
ال 59. ونظر لامتلاكي بعض المهارات الفنية فانتدبت إلى النشاط المدرسي. هناك لقيت فد وجوه راقية جدا، يعني ممثلين راقيين جدا، من جملتهم توفيق البصري اللي كان يمثل بنا، ومحمد سعيد الصقار كان أيضا الله يرحمه الشاعر هذا والخطاط أيضا كان أحد ممثلين. ويا توفيق البصري الله يرحمه تقصد أخو أخو قصي وأخو ضياء وأخو راح عن بالي ذاك ثالثهم نسيت أقرب واحد أغرق قصي قصي وضياء قصي وضياء مشيت وياهم نفس قريبين من عمر مالدي. طالب جبار اجى مطبق الى مدرسه عاصم بن دولف. وهناك التقيت به لاول مره، طبعا سابقا انا كنت اعرفه لان كنا احنا ايام ال 59 الشبيبه فتحنا شبيبه الديمقراطيه فتحنا فرع لمكافحه الاميه والتدريس المجاني للمكملين وتقويه مجانيه على حسابنا. فطالب جبار كان بيتهم بالقرب من المكان هذا البيت، وهذا الشخص انطانا البيت ماله مجانا، ما اتذكر اسمه شنو، بس عن طريق طالب جبار. وطالب جبار من هذا الطلاب من هؤلاء الطلاب قدر يسوي في التمثيليات بسيطة حلوة وقدمناها على نفس مسرح البيت. كان بيت على الطراز القديم بساحة وأعمدة خشبية ومن برا شراشين، الآن مع الأسف انهدم وانهب أندلة. نعم موجود بمحلة المجصة بين الخليلية بين الخليلية بين نعم بين الخليلية قريب من ساحة اللي بيشان عبد الحسين الجراح، قريب من بيت عبد الحسين الجراح. أما بالنسبة للنشاط المدرسي فالتقيت ممثلين راقيين جدا مثل المرحوم أسعد عبد الحسين، فيصل حسن، هذه الوجوه هذه الفنانين درجة كبيرة. وأكو بعد ممثلين آخرين قد ما يحضروني أسماهم لكن تركوا بصمة. محمد وهيب كان مخرج أتذكر عند مسرحية اللي هو أبدع بها أطيل، محمد سعيد الربيع الله يرحمه، هذا الرجل البسيط المرح المبدع. جابر وعادل كانوا معاكم، عادل الجبوري وجابر عادل الجبوري. نعم عادل الجبوري، لا عادل الجبوري كان بالأول عسكري وبعدين اجى اي برا ما حاله على التقاعد اجى للفرقه، فرقه المسرح الحديث اللي بيها قصي وورثوها من توفيق البصري. جابر ميرزا ما كان عندي علاقه به بس انا اتذكره موجود، هذا ايضا يشتغل بالمسرح. زين انت جبت للمسرحيين الموسيقيين طبعا اللي عاصروني او عاصرتهم ابرزهم كان بوقتها قبل او بالفرقه البصريه او النشاط المدرسي. نبدي بالنشاط المدرسي، هاشم يوسف الله يرحمه، هذا الكفاءه النادره القابليه الكبيره والعازف والمنوط ينوط بسرعة وعنده طريقة بالتحفيظ يسمونه السولفيج. هو أول من أدخل الهوائيات إلى الفرقة. أي نعم أدخل الهوائيات إلى جانب الوتريات، وهي أول مرة تحدث في تاريخ أعتقد العراق، لأنه بعدين الفرقة السيموفونية صارتها قبلها ونجح في عدة أعمال من جملتها هولاك القرن العشرين وأوراق من التاريخ من تأليف شاكر العطار. طالب جبار بالمسرحية هولاك القرن العشرين كان له موقف رائع جدا. احنا كنا موسيقيين موجودين في بهو الإدارة المحلية، وكان حاضر ويانا محمد محجوب وزير، وكان وزير اعتقد التربية ووزير التربية بالجزائر، حضروا الاحتفال. الممثلين كانوا طلاب موجودين، طالب جبار كان بالمسرح يراقبهم ويتابعهم. قد ما انفعل هذا الممثل من لزم هولاكو، لزم احد جنوده وعلى اساس يمسكه ويمطله على المسرح، صار منفعل جدا شماره من المسرح وتعرف وقع جوا، فطالب راسا نزل جوا ما خلى الموقف يعني العمل يتكامل، لقف ودان المستشفى جابوه 6 خياطات موجوده، ويوم الثاني شفت عينه زرقاء وخياطات موجوده، والبنات هم اللي كانوا بالكومبارس يرقصون كانت دموعهم تنزل لان هذا كان احد نجوم العمل وكان اخلاقه رائعه جدا واسلوبه حلو وحافظ لدوره بشكل مبدع.
فكانوا يشتغلون بالمسرح وهم عيونهم تدمع. الله طالب جبار هذا المخرج الرائع هذا اللي أخرج أوراق من التاريخ وهولاك القرن 20 اللي اكتسحنا بها جوائز العراق كله. نرجع للموسيقيين. الموسيقيين هاشم يوسف نفسي كان هو ملحن الأوبريت مال هولاك القرن 20 وأوراق من التاريخ، أيضا كان أخذ الأولوية بهم. من جملة الفنانين ويانا كانوا عازف الأكورديون كان إبراهيم الشمسي والعازف والعازفين طارق الشبلي على الكمان، وإن الله يرحمه طبعا هذا الفنان المبدع اللي خسرت البصرة صاحب الألحان الجميلة المتميزة، وعازف الكونترباس جورج بشير المسيحي اللي الآن هاجر إلى أعتقد سويسرا على ما أذكر موجود، أدوار الكسندر عازف الإيقاع الأول هذا هاجر أيضا إلى أمريكا الآن في شيكاغو ألف له فرقة هناك موجود. نعم نعم هو إيه نعم. وحمد سعيد خزعل أيضا كان عازف الكمان موجود، عازف الناي كان ما أتذكر بس واحد المعلمين كان مبدع وهادئ الطبع في الحقيقة نسيت اسمه بس شكله عندي موجود صورته. عندك الإيقاعات الأخرى مجيد العلي ما كان بالنشاط المدرسي كان بالمواني. نعم مجيد العلي، فمجيد العلي أيضا أحد رجالات الموسيقى والوجوه البصرية اللي تركت بصمة عظيمة على الأغنية وعلى الألحان البصرية، أخذ مثلا على شط العرب تحلى أغانينا وهذه الأغنية أصبحت مثل السلام الوطني لأهل البصرة. طالب غالي هذا الفنان اللي لحن أوبريت المطرقة من جملة الأدباء والنقاد ياسين النصير، هذا كان طالب ويانا بدار معلمين ومعلم تخرج، لكن هو من ديش الفترة بقى مهتم بهالقضايا الأدبية والنقد والأدب بشكل عام. وقت الحاضر هو عالم من أعلام الأدب العراقي أو العربي وحتى العالمي، الآن هو أيضا في خارج العراق وأعتقد هم في هولندا موجود. من جملة الأدباء أيضا أكو شعراء موجودين كثيرين مجلدهم البريكان بدر شاكر السياب، هذه هذول فطاح للغة فطاح للأدب فطاح للشعر اللي أوجوا طفرة وقفزة نوعية بالشعر، هاي الشخصيات البصرية. فإحنا قد يكون بوقتها أنا كنت يعني شاب وهم يعني متصدرين الساحة الأدبية والفنية والشعرية وغيرها، لكن إحنا كنا نشوفهم خاصة مثلا أتذكر أنا بدر شاكر السياب يقال بأنه هو كان أحد شعراء 48-49، أنا عمري كان 9 سنوات بذاك الفترة، لكن أتذكر بال54 من صارت انتخابات بالعهد الملكي فتحوا مجال للجبهة الوطنية وجمعوا الجبهة الوطنية بقائمة موحدة، أتذكر من أسمائها فيصل جري السامر الله يرحمه، محمد أمين الرحماني، وأدقار السركيس، من الأحزاب المكونة كانت من أحزاب الوطني والاستقلال والحزب الشيوعي، وكان مهرجانهم موجود محلة السيمر خلف البلدية، كاد أتذكر الأضواء وغيرها، فأنا شالوني ظلت أهتف عمري 14 سنة أهتف باسم الجبهة وباسم هذول الوجوه اللي اتخذناهم، ولأنه كان قريب من بيتنا وكلهم يعرفوننا يعني موجود، لأن أدقار سركيس كان بيته براس الفرع مال محلتنا فيعرفني معرفة شخصية فشالوني فظلت أهتف بها، فصار عندنا من تلك الفترة فد وعي سياسي ووعي أدبي وتوجه نظيف. لهذا السبب توجهنا نحو القضايا اللي الإنسانية اللي هي تغذي
النفس البشرية بالعطاءات، بالتربية، بالثقافة. هاي القضايا كانت من اهتماماتنا. وأيضا من جملة المثقفين عندنا كان مدرسنا عبدالله النفيسي، ومن أساتذتنا المعروفين كان رزوق فرج رزوق، كان أيضا أحد مدرسينا بالأدب العربي في دار المعلمين. هذول كلهم يعني أصحاب مؤلفات وآثار أدبية موجودة، وكتبهم موجودة مو بعيدة، يعني موجودة حاليا حتى الآن موجودة، وتراثهم موجود. يا ما يا ما اتذكر بالساحة اللي قبال بيت عبد الحسين الجراح كانت تجي السينما متنقلة، تديرها السفارة البريطانية وينصبون الشاشة اما على الحيطان او ينصبونها بحبال واوتاد ويشغلونها. فاتذكر الصفة اللي كانت او الشركة اللي كانت تروج للأخبار، جومنت البريطانية أتذكر اسمها، كانت تطلع جومنت فتراويننا عادة، تراويننا الملك جورج السادس قبل لا يموت، وبعدين الملك إليزابيث من توجوها، هاي يشوفونها جزء من الدعاية البريطانية. ولكن بالأخير يخلونا فيلمين، فيلم ترفيهي اللي هو كارتون وكارتون بسيط، وفيلم تعليمي أو في الحقيقة صحي يعني عن الصحة الأمراض وغيرها. فكنا كل خميس تروح بمكان مخصص هاي ونعرفها احنا، نسألهم نقول لهم الخميس الثاني وين، فكنا هذا مكان موجود. وأيضا بالصبخة الصغيرة قريب من مدرسة الموفقية هنا كان أيضا ينصبون الشاشة هذه موجودة، وكنا نسابق له ونوقف فرحانين الأرض ما شنتنا، لأنه إحنا ما كان عندنا فلوس نروح للسينما بالعشار، وما يخلونا إحنا نروح بالعشار. في الوقت السينمات كانت موجودة بالخمسينات من أفضل دور السينما، منها السينما الوطني، الرشيد، الأطلس، بعدين صارت أطلس، الحمراء الجديدة، الحمراء القديمة، سينما الوطن الصيفي، الفارابي، السندباد، الثغر، بالبصرة اللي اقترح هذا الجامع السيف أو جامع يوسف الحسن، أنا كان سينما روكسي، سينما روكسي بعدين تبدل أسماء، أسماء أخرى موجودة، هي نفس المكان هذه، هذه كانت هنا صالة سينما، هي صالة الوحيدة كانت في بالبصرة. لكن من صار عمرنا بالمتوسطة شوية قدرنا نغامر ونروح للأفلام المشهورة بوقتها. ما كان يفوتنا فيلم وكنا نتابع الحركة السينمائية. أنا شخصيا كنت مشترك ثلاث مجلات، مجلة بيكتشر جوير وبيكتشر شو وفوتو بلاي. هذه المجلات كانت تتعرض للسينما وتاريخ السينما وأفلام، وتقيم الأفلام قبل لو توصل لنا، فأصبح عندنا خبرة بحيث نروح نوصل إلى أصحاب السينما ونقول لهم يجيبوا فلان فيلم ويجيبونه وينجح، بحيث يعرضونه أربع خمس أسابيع متتالية. الأجر مالنا إحنا دخلونا بلاش بوقتها، وكانت أيضا الأجر مالنا كنا نجمع الإعلانات الملونة، فكان عندي حزمة من الأفلام من الإعلانات الملونة. إضافة تومان هذا شخصية يعني ما يمكن واحد يحكي عن البصرة ما يتذكره. أنا شخصيا لا، أنا شفته قبل لا يصير بالسينما، شفته وحشي لك فض لطيفة من عنده ممكن يصير بها. كان بثانوية العشار مكان للسباقات الدولية في كرة القدم، في يوم من الأيام إجا تومان
ولابس ملابس الليفي او الليفي، جيش الليفي، هي عبارة عن قبعة وملوية القبعة هنا وبها ريشة وملابس خاكي، وهذه هنا موجودة لفاف يلف رجليه موجود، الى هنا موجود، وهنا موجود القنطرون يكون شويه مخبخب وعريض موجود. فانا واقف يمه، يم رجلي واقف، وكان اكو لاعب عظيم كنا كلنا نحبه، جاسم العبد يسمونه، فرقه فريق الموانين، كان دفاع وسط حامل رقم 5. هذا كان من يشوت احنا نتونس علينا، وهذا ياه اللي شوت الطوبه اللي فوق يعتبرها حلوه، فشوتها جاسم. هذا التومان الهسه تذكرها، قال بيه هاي بريل وحده. فاحنا كلنا ضحكنا، فحكى علينا هو زجرنا، كان خاب من عنده لان كان عنده هنا سونكي حربه موجوده وهو ضخم موجود. فبقى علق بذهني هاي النكته موجوده من ذاك الوقت، وبقت احبه. فالإنسان محبوب. فبعدين طبعا سرح من جيت الليفي وطلعوا الانجليز بال 58 59 جيش الليفي، جيش الليفي كان موجود، قاعده عسكريه موجوده بالشعيبه، الانجليز يدخلون وسياراتهم، ومن جمله الاشياء اللي كانوا الانجليز الشقاوات اللي من جمله ذكرتهم من ساعه، عبود العبد او عبيد العبد هذا كان، او واحد ثاني يسمونه بله، هذا بقول له شقاوه، هذا كان تيجي سيارات سيدي بيكر ضخمه، وبالاخير حاب محفظه بها جكات مال السياره، فسياره الانجليز يدخلون بها بهالمكان بسرعة الشار يم منطقه السيف يفترون لانه مكان مزدحم، فيشلمون بالسياره طلعون يبوقون الجكات مال السياره. فكان الانجليز موجودين ويروحون وعاديه موجوده، وكان عندهم نادي خاص على شارع الكورنيش و قريب من السفارة البريطانية. بعدين ورا 58 59 انتهى عام هاي القاعدة فيه. نرجع لتومان السينما. أما السينما تومان كان مشهور بالناي ماله هاي، أو الفيفرة مالته، في الحقيقة مو ناي، فيفرة هي تختلف عن الناي، لكن هذا كان يجيدها بشكل غريب، اي لحن يعزفه. ما يعزف بحلقه؟ لا، يعزف بخنفه خشمه. نعم. يخليها بخشمه ويعزف. نعم. اصعب الالحان يعزفها، وكل الالحان سوى بها ربع او نص او كامل، شلون يتصرف بها ما ادري. وايضا كان من يصير الكسله ياجر مهيله، مو بلم. أيوة. ومهيله يجرها ماطور، وهو خشابه يعزف، والاخرين خشابه بشط العرب يمشون يشوفونه. فشوف التومان مميز عن كل الماطورات والابلاه الموجوده، رغم ذيش الفتره كانت الكسله بشكل يعني مهرجان او كرنفال. صحيح. كرنفال كانت، واحنا كنا على الشط، اكلنا الوحيد هو الخس بكتها، يغسل الخس بكل اوساخه بكل قضايته، فكنا ناكله بدون انه هذا، مجرد يغطى بالماي وناكله. وايضا البيبسي اللي كان ذاك بيبسي، مو بيبسي هسه، بيبسي موجود. تومان كان بالدعايه للافلام، اشتغل في سينما الحمراء القديمه وبسينمات اخرى، واكو واحد ثاني موجود اسمه محمود ايضا كان يسوي دعايه، لكن ذاك محمود كان شويه اكثر شيطنه من تومان. ذاك كان يبيع بطاقات يا نصيب، فيحتاج بها اضافه الى شغلته. تومان لا، تومان مكتفي بالاجر مالته والراتب بالدعايه مالت السينمات، وايضا من الناي اللي يصدقون عليه الناس موجود. في الحقيقة مو حلم ولا بالليل، أنا أسويها بكل بساطة، بين فترة وفترة أتعنى للبصرة وأظل أتجول بيها، وأفتر بالمحلة ومحلة محلة 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 وبيت بيت، وأتذكر وجوههم. هسه وقت الحاضر أقدم شخصية بيحيى زكريا حسين حاكم، هذا الإنسان الطيب اللاعب كرة القدم وأيضا مناضل من الناضلين، الآن هو طريح الفراش بين الحياة والموت. الآخرين اللي أزاحتهم السلطة بذاك الوقت من جملة بيت السادة رحلوهم تحت ذريعة
الجنسية أو الانتماء الإيراني وغيرها جنسية أو تبع إيرانية موجودة. فكانت هاي التبعة يعني كارثة. أنا شخصيا ورعبت في يوم من الأيام أنه كنت قبل لا حيلوني على التعليم إلى نجار في مركز الأشغال الدولية. التعليم إلى نجار؟ أي معلمي التعليم إلى نجار بسبب سياسة طبعا، لأنه ما انتميت إلى أحد البعض. وهذا الدليل أنه الصبع انبتر وهذا شلل اللي في الحقيقة هذا قضى على كل أحلامي طموحي بالمتابعة الموسيقى. لأن أنا كنت عازف على آلة التشلو، وهذه الآلة تحتاج ايدين خاصه اليسرى على الاوتار. نعم، فهذه قضت علي مع الاسف الشديد. ونفس الوقت الاجواء اللي عشتها بعد هذه الاحداث، احداث مؤلمه ما تخلي عندك فد دافع انه تشتغل. مو بس انا طبعا، كثيرين من الاشخاص اللي هم حالهم الوظيفه، يعني ابا نفسي من معلمين نجار قبال بكينة لأول مرة أشوفها ولأول مرة أشتغل عليها، ولهذا السبب أجهل شلون إدارتها والتحكم بالمنشار، وهاي نتيجتها موجودة. لكن هي جزء من ذكريات. والفنان والأديب عادة ناذر نفسه للوطن، ناذر نفسه للإنسان، ناذر نفسه للعالمية. هذه النفوس اللي احنا بنحتاج وقت الحاضر ونحتاجها بشدة. يا ما يا ما أهل الحمية، أهل الولاية والمحبة، يا ما مو عادتي مو عادتي أشتكي همي ولا جروحي.